هذا الفيديو الذي يوثق سرقة لص لمواطن واعتداءه عليه بسكين في وسط الشارع وفي وضح النهار، ما هو إلا حلقة من مسلسل طويل بدأ في بريطانيا منذ أشهر. فلا ينكر أحد أن مستوى الجريمة ارتفع بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة، وتم تداول مئات الفيديوهات التي تثبت ذلك. فسبق أن شاهدنا في برنامجنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لمحاولات السرقة في وضح النهار، سواء كان ذلك لمارة أو سائقين أو في متاجر البضائع الثمينة مثل المجوهرات والإلكترونيات. وسبق أن ربط بعض المسؤولين ارتفاع هذه الجرائم بموسم السياحة، بينما يرى كثيرون أنه بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة. سنناقش كل هذه الاحتمالات بعد قليل، ولكن أيا كان الاحتمال الأصح فالنتيجة واحدة، وهذه النتيجة دفعت إلى انتشار إعلانات في الشوارع تحذر المواطنين والسياح من ارتداء الأشياء الثمينة والساعات باهظة الثمن تحديدا عند الخروج. تعليقات رواد السوشيال ميديا على مشاهد الجريمة وعلى الإعلانات التحذيرية لم تخلو من الاستغراب والتحليل، مثل أحمد الذي كتب: الإعلان ذا يدل على عجزهم على ضبط الأمن والأمان وأنهم دول هشة من الداخل. أما عبادي فقال ساخرا في تغريدة أخرى: بعد ما مليون واحد تعرض للسرقة كل اللي يعملوه أنهم ينصحون؟ لا ما قصروا والله. نختتم بتغريدة خالد الذي يكتب: الإعلان انهزامي وكأنهم يساعدون المجرمين بدل ملاحقتهم، أو أنهم عجزوا عن حل المشكلة فحطوها بيد الناس. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من لندن الكاتب الصحفي فؤاد عبد الرازق. مرحبا بك معنا في منصات أستاذ فؤاد. بداية، لا شك في أن ارتفاع معدل الجريمة في بريطانيا بدأ يشكل قلق للمواطنين والشرطة، لكن هل السبب هو الأزمة التي يمر بها العالم أم أن له أسبابا أخرى برأيك؟ مرحبا أستاذة يارا. في الواقع يعني هناك أسباب عديدة يتداخل فيها كما قلت الاقتصاد مع الاجتماع مع السياسة. هذا الإعلان الذي نشرتموه هو بالفعل يبعث على المفارقة وعلى السخرية كما ذكر البعض، ولكنه إعلان حقيقي وموجود في أماكن بارزة، بل إلى جوار المكان الذي تحدث فيه معظم هذه السرقات، وهو متجر هارودز، وهذا في مناطق راقية ساوث كينسكتون وكذلك تشيلسي وكذلك ويستمينستر. هذه أكثر الأماكن التي تتعرض فيها لموضوع السرقات، وسرقة الساعات بالذات يقال أن حدثت زيادة قدرها يعني 60% في الساعات. هذا الإعلان أيضا يعني يقول للناس تلتزم الحذر وأيضا تسافر مع صديق وتخفي هذه الأشياء الثمينة خاصة الساعات، ثم في النهاية إذا سألك عن الساعة أعطيها إياه. نعم. طب برأيك هل يدل خروج مثل هذه التحذيرات من الجهات الحكومية وغيرها عن عدم ارتداء الاكسسوارات باهظة الثمن يدل على خروج الجريمة عن السيطرة من السلطات الأمنية؟ لا، هذه جرائم تحدث في كل مكان، ولكن ما أسميه هنا بلعنة الرولكس، لأن هذه الأماكن مرصودة واللصوص يعرفون تماما قيمة هذه الأشياء. يعني حتى الشخص يعتبر يعني سعيدا ويعتبر محظوظا، أقصد لو قطع
اقتصر الامر على السرقه، هناك ايضا يسرقون، هناك حاله مؤخرا سرقوا الساعه ثم قتلوا الشخص، يعني هذا امر مؤسف للغايه اذا اقترنت السرقه بالقتل، فهذا المؤسف، ولذا يقال انه اذا سالك عن الساعه اعطيها اياه. جمله عوامل هي التي تؤدي الى هذا، مستوى المعيشه انخفض كثيرا، غلاء الاسعار اصبح فاحش، في مستوى الفقر ايضا زاد، فهذا يدعم هذا الشروع في الجريمه، ولكن هذه المناطق لانها مناطق راقيه لها نوعيه معينه من اللصوص الذين يستهدفونها، لكن الجريمه بشكل عام موجود، يعني يقال ان هناك يعني 87 جريمه لكل 1000 شخص في لندن، نعم. لندن تزيد 9% عن بقيه المدن البريطانيه، فكما قلت تداخل العوامل الاقتصادية مع العوامل الاجتماعية هي التي تحدث هذا. الشرطة تحاول قدر جهدها، هذه التحذيرات موجودة في كل وقت وفي الكثير من الأماكن، تحذير من اللصوص، تحذير من السرقة، نعم، ولكن تحذير تشير من وثيقة رسمية للشرطة البريطانية إلى أن هناك مخاطر أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها وفرصة أكبر للإضراب المدني في بريطانيا، ما مدى دقة هذه المخاطر؟ المخاطر موجودة طبعا بالنسبة للإضراب، هناك يعني تهديد كبير بموضوع الإضراب، الإضراب يشل حركة البلاد، وحتى يعني حتى صباح اليوم يعني رئيس الوزراء كانت تتحدث أنها ستتصدى لهذه الإضرابات وتنعى على حزب العمال أنه لم يتصدى لها، هذا سيوقعها في مشكلة كبيرة لأن النقابات العمالية هنا قوية وتتصدى، ممكن تشل حركة البلد بالفعل، وهناك أيضا أعلنوا عن جمله من الاضرابات القادمه، فالامر فعلا خطر، يعني الموضوع ليس سهلا ولا يقتصر على موضوع الساعات الباهره او الساخره، ولكن ابعد من ذلك، لان كل منطقه لها سراقها، كل حسب هذه الاشياء، ولكن العوامل الاجتماعيه تدفع الناس الى ارتكاب هذا النوع من الجرائم.